أخبار اليوم. أحمد، كلمنا إزاي الجروح دي هم أصابوك بيها؟ إيه الأدوات اللي كانت معاه؟ كان معاهم سكاكين كتير جدا أضربوا بيها في دماغه، والجروح مش باينة عشان مش عارف الكلام دوت. واحد عمل لي بيت بمطوة حضرتك، وبعد كده جابوا كلب قعد يعض فيا من هنا لهنا وفي رجلي كمان، وقعدوا يحرقوني، كانوا بيسخنوا سكاكين ويضربوني بيها كبيرة، ومطار الكلب اللي قاعد ياكل فيه، وكل ده مع بعض. وكان في واحد ماسك شومة حديد كان بيضرب بيها على دماغي وعلى مناخيري. يعني الإصابات دي نتيجة للأسلحة البيضاء اللي كانت معاهم والكلاب. وكان في واحد ماسك بس، وكان في سكاكين كبيرة جدا قعدوا يضربوا بيها على دماغي، وقعدوا كانوا بيسخنوها، وكانوا عاوزين يقطعوا ايدي.